متواصلة والتحديات مستمرة في انطلاقة هذه الشعارات المتنافسة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. انطلاقة شوطنا الحادي عشر الخاص بالحقائق الأبكار، الإنتاج أتابع هذه الأسماء، أتابع هذه الانطلاقة، أول التحديات، أول الانطلاقات. هنا أجد شهب خلفان بن سلطان بن تريم الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني أتابع القدوم من فرحة سالم بن راشد بن حبالة الاكتبي يتقدم على المركز الثاني، والمركز الثالث أتابع القدوم في هذه اللحظات، الانطلاق من الجانب الأيمن، هناك من تنطلق على المركز الثالث في هذه اللحظات. انطلاقة هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك، والقدوم في هذه اللحظات من غارة خليفة بن محمد بن شاهين المرر يتقدم شعار بالصلف وينطلق في هذه اللحظات بانطلاقة غارة. المركز الرابع أشوف التحرك هنا في هذه اللحظات، التجاوز من عمق الميدان، القدوم في هذه اللحظات والانطلاق من هذه الأسماء الحاضرة وبكل قوة. هنا انطلاقة وحضور إيجاد حمد بن سعيد بن سالم بن حمد النصيري، وشوف اللي تجاوزت في هذه اللحظات انطلاقتها هناك، وتابع اللي تجاوزت على المركز الثالث في هذه الأثناء، انطلاقة مكارم راشد بن سيف بن حمد الشعالي العليلي قادم بهذا الانطلاق. والمركز الرابع كما ذكرت شعار بالحبالة، المركز الخامس هملولة صالح بن مطر العامري يتقدم في هذه اللحظات، والهجوم المكثف على المراكز الأمامية، القدوم من سهرة نادر بن سعيد العفاري يتقدم في هذه اللحظات، يهاجم بدوره، وأيضا شعار بن إيريو قادم مع الريف، إيريو بن سعيد بن غانم المنصوري قادم في هذه اللحظات، يهاجم جنب الريف راعي مطفي حضر بشعاره المميز، وتابع ايضا اسماء قادمة شعارات كبيرة واصلة. ولكن خلوني بعود الى مقدمة الشوط، الى صدارة الشوط، شهب على المركز الاول، شهب على الصدارة، خلفان بن سلطان بن تريم الاكتبي يهاجم المراكز الامامية قادم في هذه اللحظات. ولكن شوف القدوم، الوصول من سهرة قادمة بشعار نادر بن سعيد بن صباح العفاري يهاجم في هذه اللحظات، قادم راعي سهرة. المركز الثالث انضمت وتقدمت إيجاد حمد بن سعيد بن سالم بن حمد النصيري يهاجم في هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع بالحبالة قادما بفرحة سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي، وصلكم راعي مطفي، وصل راعي الريف في هذه اللحظات يهاجم، وهناك ينطلق بالريف إيراي بن سعيد بن غانم المنصوري على المركز الخامس. المركز السادس اللي من الجانب الايمن تجاوزت مياسة مطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرعي، انضم وتدخل بهذا التدخل الجميل الكبير، يا هي اسماء حاضرة، يا هي شعارات كبيرة قادمة. ولكن شوف شعار المهيري بدأ يتدخل يبحث عن نقطة ثانية في هذا الصباح الجميل، انطلاقة عالية عوض من مبارك بن سعيد المهيري. ولكن شوف الهجوم، إيجاد 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 هاجمت المراكز الأمامية، انطلقت بهذا الهجوم الكبير على المركز الأول حمد بن سعيد بن سالم بن حمد النصيري. ولكن مياسة مطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرعي، شهب بن تريم قادمة في هذه اللحظات، ولكن شعار المهيري باحثا عن النقطة الثانية. يا سلامي عليكم يا أهل سويحان، يا أهل سويحان، انطلق المهيري بالنقطة الثانية، ينطلق بهذا الإبداع بهذا المستوى الكبير، عالية بالأداء العالي حمد بن عوض بن مبارك المهيري، مشكور يا حمد، مشكور يا راعي عالية، مشكور حمد بن عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، ينتزع ناموس الشوط والنقطة الثانية لهذا الشعار. المركز الثاني
كان القدوم على المركز الثاني، هنالك من ياسر مطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرعي والمركز الثالث، كان القدوم على المركز الثالث من شهب خلفان بن سلطان بن تريم الكتبي والمركز الرابع، كان القدوم من سهرة نادر بن سعيد العفاري والمركز الخامس، كان الحضور من إيجاد حمد بن سعيد بن سالم بن حمد النصيري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهانينا لمالكي عالية حمد بن عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، حضر بهذا الشعار المميز لتنتقل السلامات إلى أبناء سوحان نقطة ثانية مع هذا الشعار الجميل والتوقيت الزمني 5:53 جزء واحد من الثانية. سلام عالية، سلام سلام حمد بن عوض بن مبارك بن سعيد المهيري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. المركز الثاني، التوقيت الزمني 5:54 بالوفاء والتمام. كانت اللي على المركز الثاني هي من ياسة مطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرعي والمركز الثالث 5:54 ثلاث أجزاء من الثانية. كانت اللي على المركز الثالث شهب خلفان بن سلطان بن تريم الاكتبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، أو بن تريم الاكتبي، نعم تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.